إنك تشتغل في السياحة فدي فرصة يحسدك عليها ناس كتير، وإنك بعد كده يكون لك بيزنس خاص في نفس المجال فده حلم بعيد المنال. أما إن الظروف تعندك بعد كده وتضطر إنك تبدأ من جديد فدي خطوة ما يقدرش عليها أي شخص، وخصوصا لما تضطر إنك تبدأ في مجال جديد خالص في مكان بعيد منعزل عن كل الدنيا. احكيلي بقى عن عم صبري من بداية حياته. بص يا ست الكل، انا اشتغلت اول حياتي اللي بدأتها كانت في السويس، اشتغلت في مع ناس في البحر فترة طويلة قوي، كنت معاهم مع المراكب، قعدنا فترة طويلة والكلام ده، فقلنا نغير نشاطنا، طلعنا على شرم الشيخ. قعدنا في شرم الشيخ حوالي سنتين، برضو اشتغلنا بقى في حتة السفاري. بعد كده عشت حياتي كلها في الغردقة حوالي 13 سنة 14 سنة. السفاري برضو؟ السفاري بس كنا بنطلع سفاري بحر ساعات، وكنا بنطلع سفاري جبل ساعات. وبعد كده بقى اتجهت بقى لإيجار مكاتب، إيجارات عربيات وإيجارات شقق ومش عارف حاجات كتير كل يعني. ده كله ده هناك. من 84 لغاية سنة 2003. من 2003 بقى لما حصل بعض الضربات كده معايا والكلام ده، من اقرب الناس ليا سبت كل حاجه، سبت شقه وسبت مكتبين وسبت موتوسيكلات، سبت حاجات كتير قوي قوي يعني. نزلت بقى قعدت في القاهره يجي سنه لغايه بقى ما قررت ان انا ايه ابدا اشوف حياه جديده بقى، يعني حياه جديده بالنسبه لي بقى يعني. كان ليا صاحب هنا في القاهره فقال لي انا هتشتغل معايا ومش عارف ايه والكلام ده بتاع زهور، فقلت له خلاص ماشي، انا بحب اي حاجه يعني وبفهم دغري يعني. احنا بنفوت في الحديد، احنا بنفوت في الحديد زي ما بيقولوا يعني. فشبعت بقى بالشغلانه انت شايفاها دي وحبيتها يعني، والحمد لله رب العالمين انا راضي بالواقع وراضي باسمتي ومفيش اي مشكله، واولادي راضيين بهذا الوضع اللي انا فيه يعني. ومن نوع انا ما بندمش على شيء. لما ابتديت زي ما حضرتك لسه قايل ان انت عايز تبدا حياتك من جديد، انا كنت كبير يعني، فكره ان انت ما كنتش خايف؟ طيب ما كنتش قلقان من الحته دي ان انا خلاص العمر فاتني؟ لا 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 والله انا ما بقلقش من حاجه، طول ما في الواحد زي بقوله بالبلدي في نفس وفي صحه وفي ان هو يقدر يعمل انا هعمل، حتى لو في اي حاجه هعمل. انا يعني انا عودت حياتي على كده، مش شرط تبقى ايه، مش شرط تبقى كويس قدام الناس، ما يعني زي بقولها بالبلدي كده يعني مش عايز حد يقل مني يعني، اكافح مفيش مشكله. انت كنت ايه وبيت ايه مش دي مش فارقانه معايا. قولي بقى يا عم صبري، هنا انتوا بتعملوا ايه والبنات دول بيعملوا ايه؟ بص يا ست الكل، البنات دول شغلتهم في حاجه اسمها يعني يعملوا شتلة الورد. شتلة الورد؟ شتلة الورد اللي هي المرحلة الأولى، إن هم ينزلوا يقطفوها من حاجة من أمهات. أمهات بتنتج كل 20 يوم تنتج يعني شتلة، ينزلوا يقصوها اللي هي بتيجي في الوضع ده كده، واخد بالك؟ بيقعدوا ينضفوها زي ما أنت وريني. بيقعدوا ينضفوها زي ما أنت شايفة كده. ينضفوها كده بالوزة ده، بتيجي البنت تمسك المقص بتقص مسافه معينه اهي احنا عايزينها، واخد بالك المسافه المعينه دي؟ بالظبط كده. بنيجي ناخد احنا العود ده كده ناخد منه المسافه دي، المسافه دي اللي احنا عايزينها دي الطول ده. بتروح بعد كده في حاجه اسمها هرمون، في الهرمون هرمون الهرمون ده اللي بيساعد على التجدير. بتتقص كده وبتتحط، واخد بالك؟ بتقعد في ممكن نحطها في الثلاجه فتره قبل ما تنزل الحضانه، تخش الحضانه ننتجها بقى في الاطباق، تعمل جدر بعد ال 10 ايام ما تجدر تنزل الارض، يبقى ده الانتاج، انتاج الزهور بقى. العود يبقى طوله مثلا حوالي 120 سنتي وطرح الزهره سواء صفراء سواء بيضاء سواء حمراء. طيب عرفوني بنفسكم بقى.
وانتي؟ غادة. وانتي؟ شريمة. طب وانتوا هنا شغالين بقالكوا كتير؟ يعني اشتغلنا هنا وبره اشتغلنا في اماكن كتير برضو نفس التخصص او نفس المهنة. اه. طب وانتوا هنا انتوا الثلاثة بتعملوا نفس الحاجة ولا كل واحدة بتعمل حاجة؟ لا هي نفس الحاجة، كلنا بنعمل زي بعضينا. اه اللي هو انتوا ايه بقى اللي انتوا بتعملوه ده دلوقتي؟ نعمل شكلة الورد بنقصها من تحت. اه. ونيجي هنا ننضفها ونزرعها. وانتوا برضو اللي بتزرعوا؟ طب انتوا مشيلي كده، طيب يومكم بيمشي ازاي من اول ما بتيجوا؟ من اول ما بنيجي الصبح بنخش نغير وننزل نقصها ونجيبها ننضفها. تقصيها منين؟ من التربة ولا بتبقى هنا كده؟ من تحت. لا من تحت من الارض. اه. وبعد كده بنجيبها بقى نرشها مية ونقعد ونشتغل زي ما انت شايفة. وانت بتعملي ايه بقى؟ زمان قديمة. انت يا داليا عندك كام سنة؟ 30. يعني برضو بدأتي برضو في الشغلانة دي؟ لا كنت اصغر من كده. انا شغالة فيها بقى لي 5 سنين. عندك أسرة بقى وزوج وبيت؟ اه متجوزة وعندي بنوتة وبنات بقى لي 3 سنين. طب وانت بقى يا شيماء عندك كام سنة؟ 16. في مدرسة؟ لا. وبرضه شغالة هنا بقى لك زي ده يعني 5 سنين؟ اه. ودي كانت أول شغلانة اشتغلتيها ولا اشتغلتي حاجات تانية قبل كده؟ لا اشتغلت حاجات تانية. وانتوا بقى انتوا التلاتة من نفس المكان يعني من نفس المنطقة؟ لا. انتوا منين؟ شطنوف. فين؟ شطنوف. وانت يا داليا؟ من دروة. وانت؟ شطنوف. طب والمناطق دي يعني قريبة من هنا ولا انتوا بتيجوا مشوار بعيد؟ لا جنبه بعدين. اه يعني بالنسبة لكم المشوار سهل ان انتوا تيجوا من بيتكم لحد هنا. آه. انت عندك كام سنة بقى؟ عندي 15. وشغالة بقالك قد ايه؟ يعني بقالي سنتين. بس برضو صغيرة. انت في مدرسة؟ كل جو؟ ايه؟ بدأنا احنا قلنا ايه ناخد العود اللي هو الشتلة من هنا بيتهرمن وبعدين يخش جوه يتحط في الطبق يقعد حوالي 10 ايام مع المرعاة بالمبيدات بتاعته والمية والكلام ده. بعد 10 ايام بيجي مجموعة تانية تاخده تنزله الارض يبقى ده الانتاج الزهور. دي الزهرة. يقعد بقى 80 يوم، يقعد 100 يوم، يقعد 90 يوم تحت اختصاصهم، هم اللي بيتولوا هذا الموضوع. انما انا زي ما قلت حضرتك انا تخصصي العود الشتلة، من اول ما اقصه من الارض اهرمنه انزله الطبق 10 ايام يتدر ينزل الارض يبقى زهر. تيجي زهريه بامبا، زهريه حمراء، زهريه صفراء، زهريه خضراء حسب نوع اللون اللي نازل. ايوه بالظبط كده. طب واللي بيختص بقى في البيع؟ لا في بقى في مندوب بينزل بالعربيه ينزل يتسوق تحت في القاهره. يبيع المحلات، بيبقى يتعامل مع محلات معينه في الورد في مصر، بينزل لها بقى يوميا. المحل بيطلب اوردر هو بينزل بينزله له على طول. تعالي برضو تعالي اوريكي في حاجات لسه ما فتحتش، في حاجات هتفتح على وش تفتيح.
احنا ما خلينا ورا الودان. اه نخليها كده احسن كده، يبقى كده اشيك كده. كل ده الوان فيها، هتلاقي الاخضر هتلاقي الاصفر، بس لسه ايه لسه مغمض زي بيقولوا بالبلدي مغمض. اه ده فتحه دي هتبقى زهريه خضراء. ده هتبقى زهريه خضراء. اه اهي بالك. اه تعالي، ده هيدي زهره بيضه. ده هيدي زهره بيضه. تعالي. اه دي هتقعد 80 يوم او 90 يوم. بعد كده ما بتظهر الزهره اللي زي اللي في ايدك دي كده، بيجي واحد بيجي بقى صناعي يروح عاملها كده، يروح اصفها من تحت واعملها مكيسه حاططها في كيس. ويبدا تروح محل، لو دخلت محل ورده هتلاقي نفس الورده اللي قدام محطوطه. ودي هتطلع ورده لونها ايه؟ دي هتطلع بمبه. دلوقتي التغيير طبعا الكبير اللي حصل من حضرتك كنت عايش في الغردقه والسياحه فده طبعا تغيير كبير. انا بالنسبه لتغيير حياتي ما فيش مشكله، انا يعني مش فارقانه معايا حياتي اتغيرت في ايه، ما بزعلش ما بندمش على شيء راح مني، بس انا متاقلم في الجو ده. لو جات لك فرصه بقى ان انت ترجع الغردقه تانية ترجع؟ لا صعب، ولادي بقى يروحوا.